هو لقاء لتقديم حصيلة عمل برنامج الجامعات الخمس، برنامج عمل الجامعات الخمس لتزنق الكبرى. هذا اللقاء يعني قدمت واحد الحصيلة اللي هي حصيلة ديال خمسة الجامعات، واليوم بالضبط هناك جامعة ديال تزنق إزناق المؤسسات، واللي في الحقيقة يعني تيبانوا على واحد يعني تقدم فيما يخص يعني تقديم هذا البرنامج. وبالنسبه لي كرئيس ديال جامعه إزناق يعني البارحه تقدم برنامج عمل في اطار يعني واحد اللقاء ديال يعني ديال اللجنه الدائمه ديال المجلس ولجنه التكافؤ والفرص، اللي الحمد لله يعني وصلنا على واحد يعني واحد النسبه ديال التوافق، اللي يعني جميع المشاريع اللي خرجت في برنامج العمل هي برامج ذات الاولويه اللي تتمس جميع القطاعات، اللي هي قطاعات مهمه بدايه من الصحه التعليم تجهيز الفلاحه، والحمد لله اللي هو مطلوب هو العمل والترافع ديال 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 المجالس لمجالس منتخبه وحتى الفاعلين الجمعويين باش نحققوا هذا العمل، لان الهدف في تنزيل هذا البرنامج عمل جماعي هو التنفيذ، ما يبقاش على الاوراق. وشكرا.